بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله في عندي حلى حبات السميد. المقادير اللي عندي: بيضه واحده، هون عندي كوبايه ربع طحين، حناخد معلقه بيكنج باودر، كوبايه زيت هون مخلوطه بمعلقه زبده، عندي هون كوبايه الا ربع سكر مع فانيلا، وعندي كوبايه جوز هند الا ربع، وفي عندي هون سميد حسب العجينه ما تاخد معنا. اول شي بنحط البيضه والزيت والمقادير السائله والسكر والفانيلا، بسم الله، نخلطهم منيح، نحط الفانيلا وبننزل بعدين جوز الهند والطحين والمقادير الثانية الناشفة، نحط معلقة من البيكنج باودر مع الطحين طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كمان جوز الهند حطيته، هلا شوي شوي بدي احط السميد واعجن بايدي، نشوف قديش العجينه بدها تاخد، تصير عندنا عجينه بس متماسكه نعرف نشكلها. الباكيت اللي عندي هذا نص كيلو بس ما كله حطيناه طبعا، هاي العجينة بلشت تشد وترخي على اساس هاي نعرف نشكلها مع بعض، هاي نعجنها منيح حسب العجينة انتو بتشوفوا كيف تاخد معكم. بسم الله، لسه بدها شوية، نعجنها منيح، وانا حميت الفرن عشان احطها بالفرن. لازم نعجنها تمتص كل السوائل لسه، هاي هاي العجينة انا بدي اشكلها صراحة، ممكن ترقوها وتعملوها بأي تشكيلة بس أنا بدي أعملها هيك كور صغيرة، وعندي هاي القالب بدي أحطها هون هيك وأضغطها بتصير عندي هيك، ما بديها تكون رقيقة كتير عشان ما تتفتفت، أرجع أعمل كمان مرة كورة صغيرة هيك، هاي يعني قد أصغر 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 من قد حبة طابة التنس هيك، وأضغطها بهاي القالب. اللي ما عنده القالب ممكن تعملوها بقالب المعمول، اي قالب صغير، هاي وانا حميت الفرن على 180 درجة، هاي شايفين كيف ارجع اضغطها هون هيك، هاي لما اخلص كل الكمية، وانا عندي في قطر سيرب جهزته، حطيت كوباية ونص سكر كوباية ونص مي، يعني عملته مع اساس على طول لما يكون حلى السميد طلع من الفرن يكون هو القطر بارد، نحطهم عليه هاي مثل ما قلت هيات، لما اجهز الكمية كلها ونشوفها، هاي الكمية هيك جهزتها عندي بدي احطها بالفرن، حميته على 180 درجة وكل واحد حسب الفرن اللي عنده، ونشوفهم لما يطلعوا. اورجيكم انا السيرب جهزته صراحة، بس هلا افرجيكم كيف بعد ما احطه بالفرن المقادير اللي عملناها. هاي الشيرة او القطر او السيرب هيو هيو تقيل، انا حطيت كوباية ونص سكر وكوباية ونص مي، سبتهم على الغاز قال شي 10 دقايق يغلو، وهيو كتير كتير تقيل، هلا نسيبه لما لانه برد بدي اياه يبرد لما يطلع الحلى يكون ساخن ونحطه عليه. هاي حلى السميد طلع اخذ معي شي ربع ساعة، هاي بدي احط عليه القطر امشي عليه على كل حبة بتدور هيك شوي، هذا بيرجع لكم ممكن تحطوا الحبة نفسها جوا، بس أنا بدي أرش عليها هيك على كل الحبات، يعني هون أنا سقيتهم بالقطر كلهم، وجبت عندي هون كوباية جوز هند عادي، وهون جوز الهند اللي حمرته مع السكر مع الكراميل، هاي بدي ألف بالدور.
اللي بدكم اياه انتم، ممكن بس بجوز الهند، وما تعملوا هاي الطريقه تستغنوا عنها. هاي هذا بيرجع كل واحد وذوقه، ممكن بس بجوز الهند. هاي بس طعمتهم كتير طيبة، كتير كتير طعمتهم روعة. هاي لما نخلص بقية المقدار، ممكن بس تكتفوا مثل ما قلت بهيك بجوز الهند هاي، بدون ما تحمروا جوز الهند مع السكر. هيك لما نخلص بقية الكمية، هاي حبات السميد جهزوا، كتير كتير طعمتهم طيبة وشكلهم. ان شاء الله بتعجبكم الطريقة، إذا حبيتوا تجربوها ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس، وصحة وهنا إن شاء الله.